مرحبا عليكم شباب، أنا متطوع اسمي ماهر، فحبيت أنه أوعيكم على شغلة ضرورية. هو هذا الفيروس اللي انتشر ببلدنا حاليا، نتمنى من عندكم التوعية. التوعية اللي هي احنا حكينا بها بالإعلام، نتمنى من عندكم الالتزام بهاي الشروط، الحظر التجوال اللي فرض عليكم هو مو فرض، بينما هي توعيتكم، سلامتكم، صحتكم فوق كل شيء، الله شاهد. يعني احنا نريد عندكم توعية أكثر. شغلة ثانية، احنا نطلب من كل شباب اللي عنده مثلا إمكانية قدرة يساعدنا، هلا بي، احنا نرحب بي. مساء الخير، احنا اليوم برفقة دكتور علاء وبالتعاون مع مستشفى الحمدانية والكوادر المتطوعين من قضاء الحمدانية الأبطال، راح نطلع ونكمل حملات التعقيم اللي بدأت قبل أيام وراح تستمر. الشباب هذولا المتطوعين احنا سوينا لهم دورات بالمستشفى وعلمناهم طرق التعقيم وكيفية الوقاية وكيفية الوقاية من هذا الخطر الفيروسي، حتى يقدرون يحمون نفسهم ويحمون المنطقة أيضا. بالنسبة لحملات التوعية، الوقاية سوف تبقى مستمرة خلال هذه الفترة. أيضا أتمنى من المواطنين الكرام الالتزام بحظر التجوال الكامل، وذلك لسلامتهم جميعا. أصحاب المحلات أيضا عدا محلات الخضرة والقصابين وغيرهم من الذين نسمح لهم بالمباشرة خلال النهار أن يغلقوا محلاتهم بعد الساعة 5 مساء، سوف نبدأ بتطبيق القانون من اعتبارا من يوم غد، وحسب التعليمات سنفرض غرامات على المواطنين الذين لا يستجيبون لهذه النداءات. نحن الآن نمر بمرحلة تحذيرية ونستعد لا سمح الله للأسوأ.